لما تبقي قاعده في مصر بعيده قد ايه عن امريكا، في بلد اصغر منها اسمها اسكندريه، في منطقه اصغر منها، وقاعده بتبعتي ايميلات على الكمبيوتر وانت في هوليوود، الناس بتبص على صورك. بقول لك ايه يا اختي، ايه هوليوود ده؟ ما روحنا هوليوود، ما هي اسكندريه اجدع منها وبرقبتها. لا انا قصدي عارفه، عارفه شعور لما تحسي انك في بلد صغيره وفي بلد اصغر. نو ات هابنز، بس خليكي ماسكه في الامل، ايمان، ابوس ايدك. هبعت لك ياسمين في 10 ايام، تكوني مش 10، ما تقعدش تاخدي 10 ايام والله، هتشوفي انك بتغني بقى دي. شكرا. انا شكراً. عندي واسطه وعندي مدام ايمان يونس هتظبطك. اخت حضرتك؟ ايوه. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، تصدقي صح.